أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر في تصريحات خاصة لقناة تن أن مصر تمتلك طاقات إبداعية كبيرة، وأن الرئيس السيسي وعد بحل مشكلات الشباب كافة. جبر أكد خلال اللقاء أنه على الحكومة التعامل بحزم وحسم مع التجار الجشعين ووضع سياسات وإجراءات لحماية المستهلكين من هؤلاء التجار. دي الدورة الرابعة، احنا عارفين كان في الدورة الأولى كانت في القاهرة وكان في أسوان والإسماعيلية، والنهاردة بتشمل مدن اسكندرية والبحيرة، مدن الساحل الشمالي. كل دورة بيبقى فيها إضافة جديدة وبيبقى فيها توصيات بيتم تنفيذها. أنا لفت نظري النهاردة في الدورة كان الشاب ياسين، الشاب المعوق اللي عمل جولة في كل محافظات ونجوع وقرى مصر، وقدر يقعد مع الشباب ومع أصحاب المشاكل ويجمع المشاكل بتاعتهم، سواء هم يكتبوها شكاوى مكتوبة أو هو يدونها بنفسه، وجي دخل قاعة المؤتمر وسلم حقيبة فيها كل هذه الشكاوى للرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس الحقيقة استقبلوه استقبال كبير جدا، وكانت الدموع في عينيهم. شاب من شباب مصر معوق، الإعاقة نفسها يعني لم تحول دون أن هذا الشاب الجميل يؤدي واجبه الوطني. دي رسالة لكل شاب ورسالة لكل إنسان في مصر، طاقة العمل وطاقة الإبداع، ومصر فيها فرص كتيرة وفيها أيضا مشاكل كتيرة، هي محتاجة أن الجهود تجتمع مع بعضها ويبقى في إيجاد لهذه الحلول. أعتقد أن الرئيس وعد بإيجاد حل للمشاكل اللي تلقاها، وقال له يعني ان المؤتمر مش هيبقى قاصر بس على العدد اللي موجود داخل القاعه، ولكن هيشمل قطاعات كبيره من الشباب في كل انحاء جمهوريتنا.